تاعكم؟ ماي سي ان شوا من عندي انا اللي الفتره هذه اخترت خابه مع زاد كيف كيف في التمارين عمل لي بليسور في وسط الاسبوع على مستوى الادكتور. لكن اول شيء سي ان شوا اللي حتى كان جاي اكسل موجود اللي خاب هو باش يلعب لولد قاعد يخدم قاعد يعطي في ان بلس كبير ليكيب سجل في الاهداف يعاون فينا على المستوى الكل. دونك سي حقيقه الميدان هي اللي تفرض الشوا نتاعنا. هو اللي تابع الرجاء من الربريز نتاع تريف لاحظ اللي كانوا في تطور على المستوى الفردي في تطور على المستوى الجماعي. اللاعبين قاعدين يخدموا كما يلزم قاعدين يضحيوا كل يوم قاعدين يقدموا مادام فما عمل جاد وفما تضحيات وفما عمق في الخدمه نتاعنا اكيد باش نراو اون برستاسيون ميور. انا عندي مده نقول للاعبين راكم في نسق باهي راكم تعملوا في برشا حاجات باهين راكم قادرين باش تربحوا اي منافس. وفي نفس الوقت زاد كيف كيف انا واعي اللي كانوا عندنا نقايص انا واعي اللي عندنا حاجات اللي لازمنا نخدموها. فما كان التضحيات والعمل المتواصل هو يخلينا نطور المستوى نتاعنا ونطمحوا لنتائج احسن ان شاء الله. ديما نعاود نرجع اللي كانوا هذه المقابله رقم 12 اللي تابع مليح في الفريق يشعر اللي كانوا بدايه كانت صعيبه فريق متعاود الكل تقريبا اكثر من 10 انتدابات ما فماش ديز اوتوماتيزم ما فماش كويزيون ما بين بعضهم وهذا عادي جدا يصير في الفرق. هذا يظن بالخدمه بالعمل الجاد والمستمر قاعدين نطلعوا ب 10% 20% من الفتره لفتره. هذا لاحظوا الناس كل اللي كانوا في تطور في المستوى. لكن في نفس الوقت انا واعي اللي كانوا يلزم المجموعه في الصيف تصير دي ريكروتمون ماسيف دي ريكروتمون نتاع 10 و 12 لاعب بوس بليزيور ديبار خاطر اللي خرجوا من الرجاء عدد كبير ولاعبين اصحاب خبره وتجربه وعملوا انجازات تعويضهم مش باش يكون سهل. لكن الميركاتو نتاع ديسمبر ديما يكون ميركاتو كاليتاتيف سيبلي على حسب النقائص اللي موجوده وكما الجمعيات كل في العالم مجمع في ديسمبر ما نعملوش ريكروتمون نتاع 6 و 7 ريكروتمون نتاع 2 ماكسيموم 3 جوار باش يزيدوا ان بليس للكيب. تابعوا حساباتنا على مواقع التواصل فعلوا جرس التنبيه واشتركوا في القناة لوماتان سبورتس نظرة جديدة للصحافة الرياضية.